السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ جايب لكم في فيديو النهاردة تطبيق جميل جدا للاندرويد، لأي تليفون اندرويد، فاسمه Color Touch. التطبيق ده له مميزات كتير، هو لسه نازل جديد على جوجل بلاي. هتدخل كل اللي عليك هتدخل على بلاي ستور، هتبحث عنه، هو اسمه Color Touch Free. هتفتح، بعد ما تنزله هتفتحه، دي واجهة البرنامج. تضغط تحت اوكي على اليمين، هتظهر لك الشاشة السمراء اللي في النص ديت. هتضغط فوق خالص على الشمال، هتختار لون تلون بيه، وليكن اللون ده مثلا. اوكي، شوفوا بيعمل ايه. اي حاجة انت بتعملها بايدك فهو بيعلم لك عليها، او بيعمل لك شكل معين. تعمل كده، نرجع ورا بالبتاع الزر ده، هتضغطوا عليه، نضغط رجوع. لو عايزين تحفظوه تضغطوا حفظ فوق خالص، تاني حاجة على اليمين. لو عايزين تحفظوا الشكل اللي انتوا عملتوه، عايزين تغيروا الشكل مثلا، نجيب الاخضر اوكي كده، بيعمل اشكال، اي شكل انتوا عايزين تعملوه هيعمله لكم كده. جربوه، تطبيق حلو وجميل، وممكن تعملوا باشكال وتحفظوها، او حد عايز يرسم او بيجرب الرسم ممكن يرسم. وفي خصائص تانية كتير جدا، عايزين تجربوها نزلوا البرنامج. هسيب لكم لينك البرنامج اسفل الفيديو وتنزلوه. لو كان الفيديو عجبكم لايك وشير، ما تنسوش سبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.